لكن هناك شهداء لم يعد لهم أحد من عائلاتهم وأسر متبقي حيا وبالتالي هناك إبادة كاملة لعائلات بأكملها هناك عملية تطهير عرقي هناك عملية تدمير شامل لكافة مكونات الحياة القنابل الذكية الأمريكية الصنع التي يستعملها جيش العدو تقتل الإنسان وتقتل الشجر تدمر الشجر وتدمر البنيان وتقتل الحيوان وتقتل كافه انواع الكائنات الحيه وحتى البكتيريا الحيه، بمعنى ان هذه القنابل الذكيه مخصصه ليس فقط لقتل الانسان الفلسطيني انما ايضا لقتل كافه اشكال الحياه الانسانيه في قطاع غزه، هذا اولا، ثانيا الحقيقه العدو بدأ ينتهج نهجا لم يشهد له التاريخ مثيلا وهو وضع الناس بين خيارين من القتل، اما القتل قصفا وتفجيرا وتدميرا بالطائرات الحربية الأمريكية الصنع أو بالمدفعية المدفعية من البر أو المدفعية من البحر هو يقتل الناس قصفا جوا برا بحرا أو يقتلهم جوعا وعطشا الآن قطاع غزة وصل إلى أقصى درجات المأساة على المستوى الإنساني أنه لم يعد هناك غذاء لم يعد هناك ماء بالمطلق ليس هناك ماء يعني البعض يتمنى ويعني أن ينال قطرة من الماء خلال بضعة أيام إلى درجة أنني شاهدت بعض الفيديوهات التي يعني أصابتنا جميعاً بالألم الشديد أن بعض الناس الذين يستطيعون الوصول إلى شاطئ البحر يتناولون المياه المالحة طيب المالحة طيب دكتور أنا عايز أسأل عن بما أن حضرتك بتشرح هذه المأساه الكبيرة التي تحدث لسكان القطاع كيف سيتعامل سكان هذا القطاع مع هذه المأساة والوضع المأساوي الكبير الذي يحدث في ظل هذه المعاناة الكبيرة التي يفرضها عليهم جيش الاحتلال بصفة حضرتك يعني عصرت القطاع وعصرت الاحتلال وتعاملت معاه بشكل شخصي إزاي هيقدروا يتعاملوا في هذا الوضع المأساوي؟ طبعا أنا أتشرف أنني أحد مواليد قطاع غزة أنا من مواليد حي الشجاعية منطقة التركمان في مدينة غزة شرق غزة وعشت في حي الدرج وعشت في حي الزيتون وعشت في حي الرمال وغزة أعرفها شبراً قطاع غزة وليس فقط غزة المدينة أعرفه شبراً شبراً يعني من جنوبه إلى شماله ومن شرقه حتى غربي وطبعاً بالأساس أنا أحد اللاجئين الفلسطينيين أحد أبناء اللاجئين الفلسطينيين الذين لجؤوا من مدينة عسقلان المحتلة عام 48 إلى قطاع غزة و